وان كنت جالس ونضرب واحد السطوري ديال السمول وبري واحد خونا كيهضر جورناليست قال لك اي سو كرو جورناليست في خاطر الناس يمكن لي تبان لي بنادم بحال نسب اللي حنا كنرابي وكذا. غنوريكم واحد اللعيبه درناهم في 5 سنين هادي انا نفكر فيهم بنادم في السطوريات كامل اللي جاي نطول السطوريات اليوم شوف شنو دار طوطو اللي كتقولوا نتوما ماشي ارتيست نوريكم طوطو واش دار ومن بعد نجي نهضر على داك خونا المهم بقاو معنا على الخط نوريكم هذا الفيديو اللي دار خونا هذا نوريكم لعيبه اخرين عاد نهضر باب الثقافه الطامه الكبرى مؤكدا ان الوزاره لا تمارس الرقابة على الفنانين. الوزارة يعني ما عرفتش اش كتصوروا معايا حجم الصدمة وانا كنقرا هذه الجملة. بالنسبة ليه الوزارة يعني هذاك فنان والوزارة ما خصهاش تمارس عليه الرقابة. الخطر الأول أنه وضع هذا الفنان هذا ما يسمى بطوطو في مرتبة فنان. يعني طوطو عبد الحليم حفيظ بحال بحال. يعني طوطو عبد الوهاب الدكالي عبد الهادي بالخياط ورجاء بن المليح ونعيمه سامي واسمهان وام كلثوم يعني في كفه وطوطو في كفه مماثله يعني كاملين بهم فنانين. وهنا الخطر حيت من كيعتلوا هاد الشرعيه ديال الفنان وكيعتلوا هاد القيمه فضروري انا دابا شوف خونا اش قال شوف واحد اللعيبه وكل وحده نهضر على وحده بوحده بسم الله ما نخسرش الهضره ونبقى معاك مقدم سمعت عجبتي لي كتعطاك واحد بنادم اللي بعيد اللي ما ليه والو فهمتيني وما عطاكيه بيا انا دونك المهم الالبوم كاميليون ديال الجراندي اسمي طوطو اسمي شي الجراندي طوطو برون سميتي طوطو الجراندي طوطو اتاشي كامله كامله ماجيسكول فهمني الالبوم كاميليون ديال الجراندي طوطو وصل 6ème مونديال النهار اللي خرج مع بوبا وفوق من فهمتي كان بوبا نيميرو 1 وفوق من طوري لينز واللي درك لي ولادك كيقولوا كيسمعوا ولاد لي زارتيست هادو الا عندك شي ولاد اللي ما كنتيش عاقر فهمتيني انت راك عندك واحد العقيده شويه من جينيراسيون جديده. المهم حتى شي واحد من هادوك اللي جبتي ليا كتقول انت فنان ما عرفتش شنو واحد راه ماشي كاع الفنان حتى شي واحد في هادو اللي جبتي ما وصل 6ème مونديال في شي البوم خرج ولا شي ديسك خرج. دابا ندوزو لحاجه اخرى نزيدوا لك هاد اللعيبه هادي اللعيبه شنو هي المعنى ديال هاد راه قلت لك بنتي ليا ما قاريش واخا بلجيكا طن بلجيكا نجيك عليها من بعد انا نهضر لك على بلجيكا حتى الخلاصه نهضروا على بلجيكا. الالبوم اخويا الزين عندك الالبوم والباك كاتالوج ديالي واحد تراك سميتو لو فوانتيشي حتى هو جاي لك عليه داكشي كامل جينيراسيون 135 مليون ستريم في 2021 سير قلب على ستريم شنو هي المعنى ديالها هي لي زيكوت لي زيكوت هاد 135 مليون ستريم خلاتني نكون انا هو اول فنان عربي غيوصل بعدا ديك اللعيبه واول فنان عربي بيغسوش كنهضرو على عربي ساكن هنا خلينا مع عربي عربي كبرنا وكلشي اول فنان عربي في الميدل ايست كامله الميدل ايست اللي ما كنتش عارف شنو هي المعنى هي لو موين اوريون اللي هو الشرق الاوسط لما كنتيش عارف هذا سميتو ديسك دور هذا اللي يلاه شي انا ما كنتش عارف شنو هو المعنى ديسك دور حيت بنتي لي راه ما قاريش راك غادي نقول انا نشرحك شنو هو ديسك دور القرص الذهبي ذا جولدن بلاك يلا شنو هو المعنى ديال هذا البلان هذا هذا كتاخذو سي ان تروفي جائزه كتاخذها فاش كتوصل 15 مليون دو ستريم اللي قلت لك سير قلب عليهم كبيره زيكوت 15 مليون دو ستريم بريميوم بريميوم زعما كي ديكو انا خصني نشرح عليه بزاف هاد خونا هذا المهم 15 مليون ستريم بريميوم ما نخليك كلشي جورناليست سير قلب فرنسا في تيتر واحد اول مغربي غيدير اول واحد اول فنان مغربي غيدير دابا نهضروا في حاجه اخرى زيدك على هادي اول رابور يضرب كوفرتور ديال تيل كيل ياك تو جورناليست فريم
مقود كتش عارف شنو هما لي ميديا الفري تركيل تركيل راه تركيل ما تهضرش ليا انت على تركيل. المهم او الرابر مغربي غيضرب الكوفرتور شنو كتشوف الكوفرتور لو غاب ماروكا على كونكيت دو موند لو غاب الراب المغربي الراب سامخ من هذا رابر تسوي فنان زيدوا حاجه سير سير دابا قلب مزيان بلا ما نبدا نجبد لي بري اللي دينا وفين ديناهم علاش ديناهم باش داوي بزاف ولا كانت مطاغياك بلجيكا باش طاغي ما تصرك شويه بلجيكا انت باين دوك خوتنا انت باينك لولك لي فلامون دماغك انت باين من هذوك لي فوندو فهمتي البلان مي ما طاغيكش بلجيكا برو راه عندو دروا نطلقاو تما ما تفهمش شنو يوقع والله ما تفهم شنو يوقع بالله انا نقول لك زيرو تحديد ولا كنقول لك الحق داك السيد اللي داير ليه كانار وباغي المارش شنو تخربقوا معاه داك راه داير خدمته عبر وفوض لا جونيس صوت الشباب صوت مقوت شويه صوت الشباب كيقول بلي داك السيد خدام صافي مابقاوش دايرو لنا داك الشيء ديال صافي سالينا عبر 2022 هذاك اللي كيعطيك فلوس قول ليه بدل الفينيل شويه قول ليه بدل السي دي قول ليه قول عطاك شي عمله اخرى قول ليه تباع عليه بشي في يان ولا شي بلان اخر جديد فهمتي الكريبتو شوف كيفاش تباع بشي طريقه اخرى حتى انا ما خدامش لك والله سبيس دو فوندي مغاربه من كوفيد من 2011 ما فرحاتش وخلونا نفرحوا الناس وقع خطا وقع انزلاق طبيعي هذه المخاطر ديال الحريه اللي عندنا هذه من المخاطر ديال الحريه المادي غير مسؤول اطلاقا على هذا الموضوع بيت اسلام يقصد الاساءه الى الملف طوينه واش الجمهور المغربي يقدر ينتظر كلمات اعتذار من المسؤولين على تنظيم هذا السهره انتم تقدموا لي اعتذار انا بغيت نحرم المواطن المغربي من حقه في استماع الاغنيه 150 الف اللي كانت حاضره مشات ناشطه تاع الموضوع التعليق ديالك على موضوع المخدرات وانه عادي مشنا تحرك نيابه عامه كان خطا شنا اي شيء شكون اللي في المغرب ما يوقف ضد هذا الموضوع شكون اللي في المغرب ما يوقف ضد هذه الاقوال ولهذا بيت من حيث قال الواقعه اي هذاك الكلام اللي قال وهذاك التصرف اللي دار ما قالش على طوطو ما قالش على المهدي قال الواقعه التي وقعت فزعما شنو كتقلبوا على ايش نوليو نجيبوا الناس ونقولوا لهم قع معايا ما تقولش هذه ما تقولش هذه ها هو ما يقولش هذه غير يقول حاجه اخرى احنا عارفنا غير بالخلاف